السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبكم شلون؟ إن شاء الله تمام. معكم أمين أو أمين إكس تو، واليوم رجعتكم فيديو جديد. وهذا الفيديو معاي في ولد عمي اسمه دحوم عبد الرحمن، فيب واليوم راح نلعب دونت ستارت توجذر. فا يلا خلونا نبدأ. أوت سيرفر. طبعا زي ما تشوفون سويت لي عالمين. هذا العالم لعبت فيه من قبل وحق تجارب، يعني عشان اعرف اكثر عن اللعبة. وهذا العالم اللي هو من شوي سويته وجيت بدخل وقطع التصوير وزبدة قروشة. فيلا نسوي عالم جديد وندخل نقول بسم الله. يلا 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 سريع. مويا مويا يلا مولع مي مولع ولع خربته يا ليل. خربته يلا ندخل مرة ثانية نلعب. أتطلع؟ إيه. لا متسكرة خلّى. خلّك أقل زين. يلا نلعب. لايف لاين. يلا. كنا كذا مو كذا أفضل صح؟ دقيقة. باك. بس عندنا دقيقة بس عشان أسوي فول سكرين. فول سكرين عندي. كذا أيوه. أكيد. باك. هلا باك بلاي لاين هلا يلا هذي العالم. انا ادخل. لا تسكر لا تسوي شيء. خلك فاضل بس ما لا والله انا ما ادري الحين بين عدم انه ما بين. لا تحط فمك عيب. يلا يلا كده حلاوة. تبي حلاوة؟ ما بعطيك. بس زي ما تشوفون راح نجمع اول شيء هذه الورود اللي يقولش ميزاتها. اسكت عاد. هذه الورود اللي بعدين شبت نار اللي هي هذه. اول ما تولعها هذه اذا طفت النار تحط عليها هذه والنار تزيد. يب بعد النحل. ذا نحل ولا ارنب ولا وش؟ وش نحلة جلسة تطلع من شوي؟ شفيك انت؟ شفيك؟ تبي حلاوة؟ تبي حلاوة؟ شاري لك كرتون بس عشان يسكت. بالموت بالموت رضا يصور معي صح؟ صح؟ خلاص؟ يلا نجمع الموارد. خلاص؟ طبعا اللعبة اسمها دونت ستارت توجذر وبالعربي لا تجوع. فاللعبة مصممينها على انه يكون تحدي بين المنزلين اللعبة، يعني فكم يوم هنا وورلد داي كم يوم يوصلون. في ناس ما شاء الله في اليوتيوب لو تبحثون عنهم وصلوا حتى 200 يوم 300 يوم، يعني ما ادري كيف يلعب ذا. يعني اللي موصل فيه باني اشياء وبني له بيت مضبط وضع موارد وكل شيء، فما شاء الله. يعني انا اول ما جيت بحمل اللعبه رحت اول شيء بشوف شرح عنها، عشان تعرفون اول ما انزل اللعبه لازم اشوف شرح عنها وكيف اللعبة وكيف طريقة لعبها ومدري ايش. فا يب رحت قعدت اشوف وشفت ان ناس موصلين عدد خرافي. يعني هذا اقدر اضربه ذا اخذ هذه الاشياء. يا ربي في شيء. عصب 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 عصب. هي شفت الوحش؟ وين الوحش؟ الوحش رجع.
بخ بسرعة بسرعة. شيل كل شيء شيل كل شيء شيل كل شيء. شو هذا؟ ليش؟ بيجي الوحش؟ حشد حشد حشد. ما أدري وين راح هو. اسكت. ما تعبت. ما تعبت. سكت. مويا. مويا. وين اللي مويا؟ ما في مويا. كفو والله هنا في حجر فبسوي لي بكات. أمين. نعم. أمين. نعم. بسوي لي بكات بجمع هذا الحجر. أمين. خلاص راح. أمين. اسكت اقعد اقعد. اقعد مو بعد الحلاوة. تبي حلاوة؟ تبي حلاوة؟ خذ حلاوة. فهذه اللعبة وتجمع لك كذا وتضبط وضعك. واللعبة حلوة ما أخذ حلاوة. زي ما تشوفون الحين صار في المساء يعني. أنا ما راح أسوي لي اللي هو الحين النار. أوه أحتاج خشب. أسوي أكس. طبعاً لازم أمسك الأكس بيدي عشان ما أكسر الخشب. فبسرعة بسرعة بسرعة سريع يجي الليل. طبعاً هنا على هذا الجهة الصفراء هنا فوق في الدائرة حقت الزمان يعني في الصبح يكون هذا الشيء. أما الدائرة الحمراء هذه اللي نص أحمر كذا اللي هو هذا الوقت اللي يكون مساء عادة. فهنا هذه الحفرة اللي تشوفون عالم. تروح إلى عالم مدري كيف تجمع فيه موارد. فحين نكسر هذا الخشب بس عشان نضبط وضعنا يعني لجا الليل ما نتوهق ونحن اوكي شباب هنا صار نهاية المقطع. اتمنى انه يعجبكم المقطع. فهذه تجربتي الاولى للعبة لا تجوع او دونت ستار توجذر. فيب مع السلامة. مع السلامة. قول مع السلامة. يلا سي يو جايز.